الجيش العراقي يواصل تقدمه باتجاه آخر معاقل داعش شمال تل عفر ويحرر 50% من مساحة مركز ناحية العياضية. قوات النظام تقصف بالصواريخ أطراف العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. ومجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من تطورات الشأن العراقي. إذ قال قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت إن قوات الشرطة الاتحادية تواصل تقدمها باتجاه مركز ناحية العياضية آخر معاقل داعش شمال تل عفر من ثلاثة محاور، وحررت 50% من مساحة الناحية. وأضاف أن الشرطة الاتحادية تنشر الأسلحة السانده والقناصين على مرتفعات ساسان والمباني وتكثف قصفها الصاروخي على مقر التنظيم. فقط 20 سيارة مفخخة، كلما استخدمه مقاتلو داعش في مواجهة القوات العراقية المحررة لمدينة تل عفر، إذ شكلت هذه المفخخات أهم سلاح للتنظيم في محاولته صد تقدم الجيش العراقي والتشكيلات العسكرية الأخرى دون أي جدوى، فأغلبها تركها مسلحو داعش منهزمين أمام القوات العراقية. آخر منطقة تم تحريرها إن شاء الله بالمنطقة تل عفر مركز المدينة، ماكو سدوب جديد، يعني عندنا فتشي طبيعي، هذا تفكيك هي أو غيرها وأقوى منها، ما يصعب علينا فتشي ان شاء الله. والله كانت كلش كبيره كميه المتفجرات اللي بيها، والله وفقنا الحمد لله وشكرا فككناها وهدي اشوفها. القوات العراقيه خلال عملياتها لتحرير تل عفر تمكنت من السيطره على الكثير من الاسلحه محليه الصنع، كهذه الدبابه التي تعد الثانيه من نوعها والتي عثرت عليها القوات العراقيه بعد ان ضبطت مثيلتها السابقه بالقرب من مدينه الموصل. هذه بعض ما عثر عليه أو ما تركه مقاتلو داعش في مدينة تل عفر والذي سيطرت عليه القوات العراقية، كما تشاهدون هذه الدبابة المحورة، هذه الدبابة المحورة التي كان يستخدمها مقاتلو داعش في مدينة تل عفر واستولت عليها القوات العراقية، هي تصنيع محلي، دبابة مثبتة على سيارة بهذا الشكل، كلها من الفولاذ بهذا الشكل ومثبتة على سيارة أو على شاحنة. أيضا هذه السيارات المفخخة لاحظنا وجود كتابات على السيارة حور العين، أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس، وأيضا كتابات أخرى تحث على القتل والدمار أو كما يسموهم هم الاستشهاديين، العمليات الاستشهادية حور عين، تنادي أين 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 الشهيد. مقاتلو داعش أو تنظيم داعش يستعمل هذه العبارات لحث الشباب على الانتحار والقتل كما تشاهدون. أيضا هذه الكتابات الموجودة على السيارة بهذا الشكل حور العين، السيارة كلها مكتوبة هذه العبارة حور العين. هذه الأساليب وهذه الكلمات هي التي تحث الشباب على القتل وعلى الدمار وعلى التفجير. مقاتلو داعش كشفوا جميع أوراقهم وما امتلكوه من أسلحة خلال معارك الموصل دون أن تصمد أمام القوات العراقية التي تدربت مسبقا على مخططات التنظيم وأساليبها القتالية، فضلا عن إتقانها الطرق التي يتم من خلالها تدمير دفاعات مسلحه المختلفة، حتى بعد أن طورها متخصصون بتصنيع الأسلحة عملوا لحسابه. بفضل الله وتقدم قطاعاتنا فرقة الرد السريع فوج مغاور الفرقة تم العثور على هذه العجلات المفخخة وتم تصنيعها من قبل الدواعش لاستهداف القطاعات الأمنية. تسوى الخبرات من خلال تصنيع هاي العجلات من المقاتلين الأجانب اللي توجهوا وانتموا إلى هذا الجيش لا إسلامي، الدولة اللا إسلامية، اكتسبوا خبرات من المقاتلين الأجانب والخبراء العراقيين ضعفاء النفوس اللي باعوا بلدهم برخص ثمن، ونتائجها هاي كثرة النازحين والأضرار اللي سببتها، بس بفضل القوات الأمنية والرد السريع والاتحادية والحشد الشعبي تمكننا من العثور على هذه العجلات. هزيمة داعش في الموصل وسيطرة القوات العراقية المشتركة على هذا الكم من أسلحة ومفخخات داعش
يبين عجزهم عن المواجهة والحصار تأثير جميع أساليبهم القتالية وكشفها من قبل القوات العراقية، الأمر الذي سيجعل إنجاز معارك تحرير مناطق الحويجة وغرب الأنبار مسألة وقت لا أكثر. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن معبر تريبيل الحدودي بين العراق والأردن سيستأنف عمله الأربعاء. وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن في 20 من شهر آب أغسطس الماضي عن إعادة افتتاح معبر تريبيل الحدودي مؤقتا للاختبار، مبينا أن ذلك جاء تمهيدا لافتتاحه رسميا. وتأتي إعادة فتح المعبر تتويجا للمساعي المكثفة التي بذلتها الحكومة العراقية من أجل إقناع الأردن باستئناف حركة المرور في المعبر الذي يقع على طريق بغداد عمان الاستراتيجية. قال جيش الإسلام في مؤتمر صحفي له إن اتفاق خفض التصعيد الموقع بينه وبين روسيا الاتحادية ينص على منع تواجد هيئة تحرير الشام في مناطقه، فضلا عن محاربة الفكر المتطرف المتمثل بداعش والنصرة اجتماعيا وعسكريا. عرض عدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام بين قوسين جبهة النصرة سابقا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الغوطة الشرقية، وتتخذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتها أو ظهورها فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في الغوطة الشرقية، وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا. نحن أضفنا كذلك في هذا البند خلال فترة خلال أو تلتزم روسيا مع الطرف الآخر بجدول زمني بإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا، لا سيما التي تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية السورية، ومحاسبة من ارتكب الجرائم منها، وأن لا يكون لها أي دور في حفظ أمن البلاد في المستقبل. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام قصفت مناطق في أطراف بلدة عين ترمة وفي حي جوبر بأطراف العاصمة دمشق وغلطتها الشرقية، مستهدفة إياها ب23 صاروخ على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض أرض. وأضاف المرصد السوري أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. إلى الرقة، حيث قتل 27 فردا من داعش بينهم 7 قناصين على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة آخر معقل للتنظيم في سوريا بحسب ما صرحت به مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن حي الرقة القديم يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش منذ ليلة يوم الثلاثاء، كما نشبت اشتباكات مماثلة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في حي المرور غربي مدينة الرقة، إلا أن حصيلتها لم تتضح بعد. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير. كينيا تفرض أشد القوانين في العالم ضد الأكياس البلاستيكية. أحييكم من جديد. قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إنه لكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحل يتضمن جزئين، الأول هو حل سياسي في سوريا، والآخر يتمثل في خروج إيران وتركيا. وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أنه إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب ذاته والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا العرب، سيستمر هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة تفتيش المواقع العسكرية لبلاده، مشددا على أن ذلك ليس جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الدولية الكبرى قبل عامين. وقال روحاني في خطاب متلفز إن التزام بلاده مع العالم واضح، وعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحددها القواعد فقط. دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، ودعا المجلس بيونغ يانغ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوتر، وطلب بيان صدر من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل لقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية.
كما عبر المجلس عن التزامه بحل سلمي ودبلوماسي وسياسي تجاه كوريا الشمالية. هذا وكانت كوريا الشمالية أكدت إطلاقها صاروخا فوق أراضي اليابان، وقالت إنه كان باليستيا متوسط المدى ومن طراز هواسونغ 12. وكشفت السلطات الكورية الشمالية أن التجربة الأخيرة نفذت بإشراف شخصي من قبل الرئيس كيم جونغ أون، الذي أعلن بدوره أن هذه التجربة الصاروخية تعد بمثابة جزء من حرب حقيقية وتمثل الخطوة الأولى للعملية العسكرية للجيش الكوري الشمالي في المحيط الهادئ ومقدمة هامة لردع قاعدة غوام. أحيا العالم يوم أمس ذكرى اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، بعد أن جاء إقرار الأمم المتحدة لأول مرة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية معيارا قانونيا ملزما. المزيد حول التجارب النووية في العالم بالأرقام في تقرير الزميلة حنان ظاهر. نحو عالم أفضل، عالم أكثر سلما وأمنا، ليس فقط للإنسان إنما للكوكب بأكمله. هذا ما تهدف له الأمم المتحدة التي تحيي يوما عالميا مناهضا للتجارب النووية. فالمآسي البشرية والبيئية الناجمة عن التجارب النووية أسباب تدعو إلى لفت اهتمام العالم وتأكيد الحاجة إلى وجود محاولة موحدة لمنع المزيد من تجارب الأسلحة النووية. وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر سنة 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 64 من خلال قرارها الذي اتخذ بالإجماع في 29 من آب أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وأي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. تاريخ التجارب النووية بدأ مبكرا في صباح 16 من تموز يوليو سنة 1945 في موقع تجارب في صحراء بنيو مكسيكو، عندما قامت الولايات المتحدة بتفجير قنبلتها الذرية الأولى. وقد كان هذا الاختبار الأولي تتويجا لسنوات من البحث العلمي تحت مظلة ما أطلق عليه مشروع مانهاتن. وخلال العقود الخمسة بين ذلك اليوم المميت والتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996، تم إجراء ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم. فقد أجرت أمريكا وحدها 1032 تجربة، بينما أجرى الاتحاد السوفيتي أكثر من 700 تجربة. أما بريطانيا فكان لها 45 تجربة، وفرنسا 210 تجارب، والصين أجرت 45 تجربة. وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشهر أيلول سبتمبر من عام 1996، قل عدد التجارب النووية بشكل كبير. فقد أجرت الهند تجربتين في عام 1998، وأجرت باكستان تفجيرين في عام 1998. وتبقى كوريا الشمالية اليوم نجمة التجارب النووية بشكل متسارع، فمنذ العام 1984 أجرت بيونغ يانغ 26 تجربة إطلاق صواريخ نووية حتى نهاية شهر أغسطس آب هذا العام، منها تجارب إطلاق فشلت وانفجرت بعد لحظات من إطلاقها. وتأمل الأمم المتحدة أن تكون القرارات والعقوبات الدولية على الدول النووية رادعة من أجل عالم خال من الأسلحة النووية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكساس للتعامل مع أول كارثة طبيعية كبيرة في عهده تشهدها البلاد، لتقييم مستوى التعامل مع الآثار المدمرة للعاصفة المدارية هارفي التي ما تزال تداعياتها مستمرة. تفاصيل أوفى مشاهدينا مع الزميلة ميسون بركة. عاصفة هارفي التي تتحرك ببطء تسببت في فيضانات كارثية في تكساس وقتلت 9 أشخاص على الأقل، كما أدت إلى عمليات إجلاء جماعي للسكان، وأصابت هيوستن رابعة أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالشلل، كما هزت أسواق الطاقة. وتفيد المؤشرات إلى تسبب العاصفة في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، ومن المرجح أن تستمر أعمال إعادة الإعمار إلى ما بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترامب الحالية مدتها 4 أعوام. وتشير توقعات إلى أن نهر برازوس هو أطول أنهار البلاد، سيسجل اليوم مستويات قياسية تفوق بكثير معدلات الفيضان، مما دفع السلطات في مقاطعة فورت بند إلى إصدار أوامر بإجلاء حوالي 50,000 شخص. الرئيس ترامب رحب بتنسيق عمليات الإغاثة بين السلطات الاتحادية والمحلية،
وأشار إلى أن فريقه اتصل بزعماء الكونغرس لمناقشة إغاثة ملايين الأشخاص المتضررين من الإعصار. حالة الطوارئ الفيدرالية أعلنت في لويزيانا مثل ما حصل في تكساس لإتاحة توفير مستلزمات الإغاثة والإنقاذ، واستمرت حالة الطوارئ في ولاية تكساس حيث تم حشد 12 ألف فرد من الحرس الوطني لمواجهة الفيضانات الضخمة الناجمة عن إعصار هارفي. تعاقب كينيا اعتبارا من يوم الاثنين الماضي على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات أو دفع غرامة قدرها 40,000 دولار، وذلك مع بدء سريان قانون هو الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية. تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا بعد أن أعلنت قانونا أكثر صرامة من الدول 40 تعاقب فيه بالسجن على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن إلى 4 سنوات أو دفع غرامة 40,000 دولار، وذلك مع بدء سريان قانونها الجديد الذي من المنتظر أن يساهم في الحد كليا من تداعيات استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة والإنسان. القانون الكيني الذي تنفرد به البلاد حاليا يسمح للشرطة بملاحقة حتى كل من يحمل كيسا بلاستيكيا، لكن وزيرة البيئة أكدت أن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين. موجة من الانتقادات تلت إعلان هذا القانون، فبين مؤيد ورافض له أقرت وزارة الصحة أن المواطن العادي لن يطاله هذا العقاب. خبير في النفايات البحرية يعمل لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا حذر من أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050 إذا بقي الحال على ما هو عليه، خاصة أن تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق ما يتراوح بين 500 و1000 عام، كما تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى. يشار إلى أن السلطات المحلية قامت بانتزاع 20 كيسا من بطون بعض الأبقار في مجازر بمدينة نيروبي بعد أن كانت الحيوانات في طريقها للاستهلاك الآدمي. متحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا نظر للقانون من ناحية مختلفة، إذ أشار إلى أن الحظر سيؤدي إلى خسارة 60,000 وظيفة وسيجبر 176 مصنعا على الإغلاق. يذكر أن كينيا مصدر كبير للأكياس البلاستيكية في المنطقة وبذلت 3 محاولات على مدى 10 سنوات لإقرار الحظر، لكن القانون لا يحظى بتأييد الجميع. مشاهدينا، وفي خبر عاجل وردنا توا، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن الأردن والعراق أعلنا رسميا إعادة فتح المعبر الوحيد بينهما والمغلق منذ عام 2014 وهو معبر طريبيل الحدودي، وسنوافيكم بكل التفاصيل حال ورودها. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير. حسن البحراني بحريني مسن وضرير يسطر قصة كفاح بأنامله. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. إذن مشاهدينا، نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها: لقاح للإيدز من الأبقار. تشير نتائج دراسة حديثة إلى إمكانية استخدام الأجسام المضادة المتحصل عليها من الأبقار في تطوير لقاح ضد مرض الإيدز. تجرى الطريقة المستخدمة حاليا للوقاية من مرض الإيدز بتحفيز أجسام مضادة واسعة التحييد لدى الأصحاء لتحصينهم ضد المرض، لكن التجربة الحالية تشير ليس فقط إلى إمكانية إنتاج أجسام مضادة بل أيضا إلى توفير لقاح معالج. ومن صحيفة الاتحاد نطالع مشاهدين ابتكار شرائح إلكترونية تعمل مثل الدماغ لشم المتفجرات. جاء في تفاصيل الخبر: وجد اختصاصي نيجيري في علم الأعصاب حلا ممكنا لإشكالية كبيرة في العالم المعاصر
من خلال جهاز يسمح بتجنيب المسافرين عناء الاصطفاف في طوابير للتفتيش الأمني، فيما يعمل بشكل صامت على كشف المتفجرات بفضل شرائح إلكترونية اخترعها مؤخرا قادرة على شم المواد المتفجرة. واخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية علماء يبتكرون تطبيقا للكشف عن سرطان البنكرياس باستخدام السيلفي. نجح علماء في جامعة واشنطن من تطوير تطبيق عبر الهاتف الذكي يمكن مرضى سرطان البنكرياس بسهولة عبر شاشته من إمكانية التشخيص المبكر عن طريق صورة سيلفي بواسطة الهاتف الذكي. ويستخدم تطبيق بيلسكرين في الهاتف الذكي يستخدم للكشف عن مستويات البيليروبين العصارة المرارية الصفراء في الدم أو فحص الجزء الأبيض في العين. وختاما مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية، ممرض قتل 84 مريضا ليتسلى بإعادتهم ثانية للحياة. قام ممرض ألماني بقتل نحو 84 مريضا على الأقل لأنه كان يشعر بالملل ولم يجد طريقة يملأ بها أوقات فراغه سوى الانشغال بالمستحيل الأكبر وهو إعادتهم أصحاء ثانية إلى الحياة، بحسب ما صرح به الممرض القاتل للشرطة الألمانية أثناء استجوابه. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا وفيها أيضا، حسن علي البحراني مسن بحريني فقد بصره صغيرا لكن ذلك لم يمنعه من التعلم والعمل في صناعة الحبال والسلال التي تعرف بها البحرين. قصة حسن نرويها لكم في سياق التقرير التالي. يعد المسن حسن علي البحراني الذي فقد بصره في 13 من عمره قصة كفاح تتداول في المجتمع البحريني، حيث لم يمنعه المرض وفقدان البصر من مزاولة مهنة ورثها عن أجداده من خلال افتراشه الأرض بين نخيل جزيرة النبي صالح، متمسكا بمهنة صناعة السلال والحبال المشتقة من أشجار النخيل التي تعتبر رمزا من الرموز التي تعرف بها البحرين. اكتسبها من جار حاج منصور، يوم كله على طول وياه يعني وعلمها هالشغلة، وبين فترة وفترة يعني حصل صعاب بس إنما هو يعني ما يأس واستمر ولين ما هذا نجح في الشغلة واستمر فيها. لا بالنسبة لهالمهنة إنه يزرع ويحفر آبار يحفر أنهار يعني في منطقة النبي صالح، والزراع يحش حشيش إلى الأبقار يعني والحيوانات. مسن وضرير لكن ذلك لم يمنعه من التعلم والاجتهاد والعمل ليضرب بذلك مثلا في الإصرار والكفاح ويصنع قصة للأمل. القط فن عسيري أصيل برعت فيه نساء عسير، وهو فن نقش المنازل من الداخل بأشكال هندسية وألوان متنوعة تعبر فيه المرأة عن ذوقها ونظرتها الجمالية. وتسعى المملكة العربية السعودية هذا العام إلى تسجيل القط العسيري في قائمة التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو. التقرير التالي والتفاصيل. القط أو فن نقش المنازل من الداخل هو من ألوان الفنون التي تشتهر بها منطقة عسير وخاصة بلاد رجال ألمع، وهو يمثل فن مستقل له دلالاته الاجتماعية، إذ يعرف ذوق المرأة من خلال تزيينها لمنزلها. والقط أو النقش هو عبارة عن خطوط وتشكيلات جمالية ونقوش ذات أشكال هندسية يقوم بعملها نساء متخصصات في هذا المجال. هذا الإبداع لم يتعلمنه في مدارس فنية راقية أو معاهد متخصصة، وقد استخدمت المرأة العسيرية في عمل هذه النقوش الألوان التي تستطيع تكوينها من خلال العناصر الموجودة في بيئتها. جسدت أكثر من جدارية في مطار أبها، في قرية المفتاح التشكيلية عملت عملين، في عندي حدود 3 لوحات عملت ووثقته لكي يبقى أمام الناس وأمام الزوار وأمام الأجانب والوفود اللي يزورون منطقة عسير يسألون عنه بكثرة. عملت لوحة واحدة كذلك تجريد رمزي للقط العسيري، دمجت بين الألوان بين عناصر القط اللي هو المثلثات المستطيل الحضية، لها مسميات كثيرة.
وفن القط هو عبارة عن رسومات ذات أشكال هندسية تقوم بها نساء متخصصات في هذا المجال. تقوم الفكرة على العناصر الموجودة في بيئة المرأة قديما، وحاليا تستخدم الدهانات العصرية. هو فن نسائي بحت في الماضي، وما زال في الحاضر فن نسائي. كثير من الفنانين وظفوا هذا الفن في أعمالهم. عمل 3 جداريات وضعت في الأمم المتحدة، وكان الأستاذ علي مغاوي والفنانة فاطمة الألمعي مصاحبين لهذا العمل. فن القط العسيري ليس له شبيه في فنون العالم، فهو أحد الفنون الجدارية المعروفة، يقوم على رسم خطوط رئيسية مستقيمة أفقيا وعموديا. عبارة عن نقش جنوبي بمنطقة عسير، وهو تراث قديم وأصيل، وأنا أهتم بالنقش، وكان أمهاتنا زمان يهتمون في هذا الفن، كانوا يستخدمون الألوان الطبيعية مثل الحجار والتراب وكذا. فن جميل صراحة وممتع. ولقد أبدعت المرأة العسيرية في وضع النقوش والألوان بفطرتها ونظرتها الجمالية نحو الأشياء، فعبرت من خلال بساطتها عن فن فريد لفت انتباه عدد من الدارسين الذين عملوا على دراسة هذا الفن ومعرفة جذوره التاريخية. في خبرنا الأخير، حطم فيديو أحدث أغنية للمغنية الأمريكية تيلور سويفت Look What You Made Me Do أرقاما قياسية على موقع يوتيوب، مسجلا أكثر من 43 مليون مشاهدة في الساعات 24 الأولى على نشره. وقال موقع يوتيوب إن هذا أكبر افتتاح لأي فيديو على الإطلاق في تاريخ الموقع، متجاوزا الرقم القياسي الذي حققه المغني الكوري الجنوبي تساي الذي حققت أغنيته جنتلمان 36 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: الجيش العراقي يواصل تقدمه باتجاه آخر معاقل داعش شمال تل عفر ويحرر 50% من مساحة مركز ناحية العياضية. قوات النظام تقصف بالصواريخ أطراف العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. ومجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة. إذن بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.